أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. صلوات تلاوت کلام پاک کے بعد جشن پاک کا باقاعدہ آغاز حدیث قصا کی تلاوت سے کیا جا رہا ہے. اس کی عظمت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے, خود حدیث قصا میں معصوم ارشاد فرماتے ہیں, جس مقام پر, جس محفل میں, جس گھر میں, جس جگہ پر حدیث قصا کی تلاوت ہو, اس محفل میں بیٹھنے والے لوگوں کو آسمان سے نازل ہونے والے ملائکہ اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں, اور جب تک وہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں وہ ملائکہ ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اور ان کے دلوں سے نکلنے والی دعاؤں پر آمین کہتے رہتے ہیں. تو اس محفل کو مزید ببرکت بنانے کے لیے حدیث قصا کی تلاوت ہوگی. باواز بلند صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا وقائم يا آل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء صلوات علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمہ الزہرا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ الزہرا. فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدن زعفا. فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزعف. فقال يا فاطمة الزهراء. إيتيني بالكساء واليمان فغطيني به فأتيته بالكساء واليمان فغطيته به وسرت أنظر إليه وَإِذَا وَجْهُهُ يَتْلَقُ أَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ فَمَا كَانَتْ إِلَّا سَاعَةً وَإِذًا بِوَلَدِيَ الْحَسَنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
قد اقبل وقال السلام عليك يا عم، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا عم إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا ويا رسول الله، يا تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام. قد اقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختره الله، وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة الزهراء. إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، يا تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا ويا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بساتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء يوما وبيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتها، ولا الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها وسلوى. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يغرق السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فلتأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء.
فقال علی ابی ان اللہ قد اوحى الیکم یقول بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فقال علی لابی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوس هذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ. فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبی واستفانی بالرسالة نجیا ما ذکر خبر آد فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ واستغفرت لهم الا ان يتفرغوا. فقال علی علیہ السلام زم اللہ فوزنا وفاض شیتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام زمل فزنا وسعدنا وَكَذَلِكَ شِيَّتُنَا فَاضُ وَسُعُدُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. اللهم صل على محمد وآل محمد يا محمود بحق محمد يا علاء بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمة الزهراء يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفی الآخرت شفاعت الحسین. اللہم زدنا فی محبت الحسین. اللہم احشرنا فی زمرت شیعت الحسین. اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین. اللہم لا تفرق بیننا وبینہم طرفت عین فی الدنیا والآخرہ انک علی کل شیء قدیر. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے اس جشن میں آقا و مولا کو دعوت دیجئے. اللہم عجل ولیک الفرج. اللهم عجل وليك الفرج. اللهم عجل وليك الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد بلند